خسرت ابوي الله يرحمه بقى. الحكومه اعتبرته ده حد من عندكم الاسم. ربنا ما يكسبه يا رب. اتفضل اتفضل اتفضل. معلش بقى تعبتك في المراقبة. وانت عرفت اللي انا كنت براقبك ازاي؟ ما هو الباشا رئيس المباحث لما قال امشي انا بصراحة ما صدقتش. وانا ماشية كده كنت حاسة ان في حد ماشي وراي. لا ما حصلش كده. هو مش شاكي وخلاص. أمك دي؟ آه دي أمي وأخواتي الاتنين. أبويا سابنا بقى الله يرحمه يا رب نقعد في الدنيا. مين معاكي يا منى؟ ده صلاح باشا ياما هو اللي خرجني من القسم وجي ورايا عشان يطمن عليا. آه على فكرة سعادة البيه وشرف النبي بنت بتشتغل بشرفها وملهاش في الشمال. معاك موبايل؟ ساعات ولما بتزنق ببيع. طب امسكي الكارت بتاعي فيه كل الارقام بتاعتي لو احتجت حاجه كلميني. ده انا حدوشك. ايه يا بيه؟ ايه يا بيه؟ مالكيش دعوه انت. لا مفيش داعي يا بيه. حاجه بسيطه اللي قال. امسكي. كتر خيرك. السلام عليكم. حاجتك يا بيه. لا مؤاخذه. السلام عليكم. شرفت. تسلم خطاويك يا بيه. شرفت ونورت الحته. خلصنا يا كابتن بقى ما كلتش فرده دي. يا عم الصبر، الصبره دي اللي بكلمها اهو الصبر. يا لهوي يا مصاكي اهدى اهدى انت اهدى يا عم اهدى. ايوه يا سامي ازيك؟ انت فين يا عم؟ يا عم انا قاعد مقدر الناس هنا، ما تنجز بقى. طب اديني واقف مستنيك اهو. يلا سلام. ايه اللي جابك هنا؟ قلت لي اقعدي في البيت قعدت من ساعتها لا بترد على تليفونك ولا سائل فيا. يا بنت هو انت مراتي؟ مالك في ايه؟ وبعدين ايه؟ انت قافشه عليا زله. يعني كلامك اتغير يا شوقي. ايه اللي اتغير؟ هو انا كنت وعدك بالجواز ولا كان في ما بيننا مصلحه؟ افهمي افهمي انا زي اي حد في الحاره هنا، عايز ماشيك يبقى تمام، عايزك تمشي عدل، وانا مش هقول لك الكلام ده تاني. وانا مش هتغير يا شوقي. خلاص ولع الجاز. ماشي يا شوقي، ماشي. ايه يا عم روميو؟ كلامك حلو. انت فين يا عم؟ معلش المصلوب بس انت عارف. طب يلا 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 بس استنى بس توخدنا على فين؟ هاخدك على فين يعني؟ على فرح. والعود بقى يعمل ايه في الفرح ان شاء الله؟ يا عم العريس عايز يسمع عود. انت مالك انت مالكش فيه. يلا يلا, يلا يا عم خلاص. طب يلا يلا يا رجاله. السلام عليكم. تعالى اتفضل. السلام عليكم يا رجاله. السلام ورحمه الله. يا وشوك البنت تاني دي قفشاك عايزه منك ايه؟ قلت انا صاحبك. هي بترازيني وخلاص. ايه ده بس انها ما تروحش تقول لابويا حاجه. يا عم انا ماليش لازمه في الفرقه دي. انا قايل لك العريس عايز يسمع عود. يا اخي هو دماغه كده يا عم سمسم من ساعه ما عمل اللحن الجديد اللي محدش سمعه وهو معرضه علينا. يا عم من الركو ده من ساعتها ما عملتش لحن تاني. ورحمه امي ما انت عامل اي حاجه في حياتك. ماشي يا عم الموسيقى. يا بنت تعويره ماشيه رايحه فين دلوقتي؟ يا بنت اركبي علاجك معانا. ده تروح تدي لهم. عشان ناوي تستن بيها ايه مش جايه؟ دول تروح تفتح بيهم وشك. يا بنت اركبي العجل خف من الشارع مش هتلاقي الزبائن دلوقتي. ايوه هو ده الكلام الجامد قوي. الدماغ عاليه قوي. بتضرب ايه؟ اي حاجه وكل حاجه. حلو الموبايل ده. اتفضلي. قولي بقى هتدفع كام؟ اللي انت عايزاه. 200 جنيه. ليه بس كده؟ خلاص 100 بس هي ساعة واحدة بس. انا هاخدك البيت ونطلع بعض بقى، انا قاعد لوحدي يا بنت. انت هتتجوزني ولا ايه؟ يوه انا نشاطي سيارات وانزل قبل اي لجنة، هو ده نظامي. هتيجي ولا مش هتيجي؟ قلت لك انا بنتي ناس. وما بركبش غير عربيات. مش عاجبك نزلني. لا واضح انك بنت ناس فعلا.
ويلا بقى اتكلي على الله. يلا في داهيه. الله، مش موزة ركبت معاك العربية وطرتها لك؟ هات 20 جنيه بقى. 20 جنيه ايه؟ يلا يا بنت اتكلي على الله. الله، انا عرضت نفسي للخطر، بقولك هات 20 جنيه. 20 جنيه؟ اه. يلا يا بنت اتكلي على الله، لا اكسر لك دماغي. يلا يلا غوري. حقي بقى. عرف. يا بنت الحرامية. فين الموبايل يا بنت الكلب؟ ها؟ أنا في إيدي حقي. فين الموبايل؟ قومي بقولك. ها؟ فين الموبايل؟ فاكراني سايح ولا إيه؟ ها؟ ها؟ اما مالك يا بنت مدهوله في راسك كده ليه؟ انت مالك؟ خليكوا في اللي انتوا تشربوه. طب ما تيجي يا بنت تعالي تاخدي لك نفسين يمكن تنسي الواوا. هات يا نغ، هات يا نغ، ازاي قرعه مد بره البنت دي؟ مقصوفه الرقبه دي؟ اه. مش هنخلص بقى من الوابور ده صيف شتا؟ جبتوا لنا الرب. يا ريت يجي لك وياخد عمرك، يا ريت. خلي البيت ينضف. هو فين البيت ده؟ انت بتسيب الخرابه دي بيت؟ روح يا اخويا اطلع شوف البيوت عامله ازاي والناس شكلها ايه. ربنا عماني عشان ما اشوفش خلقتك. اه بالي يا رب. ما تكتمي يا بنت وما تعليش صوتك. مالك؟ روح يا اختي شوف مين اللي بطحك على راسك. اهو من لفك وبرمك في الشوارع طول الليل. قعديني وانا اقعد، اصرفوا عليا زي بقيه الناس. توبي على اللي انت فيه واحنا نصرف عليكي ونستتك. هتوب من بكره بقى، هقعد في البيت بس عايز اكل واشرب والبس زي ما انت في الحار. لما نشوف بقى. يا ريت ان شاء الله حتى انزل اخدم في البيوت، المهم تقعدي. طب انا يطلع الصبح وكلام ما يبقاش زبده. هي فين؟ هي فين بنت الكلب دي؟ اقعد يا اخويا ما توسخش ايدك، اقعد. فيا حماة الاسلام وحراس العقيده، هنا مدرسه محمد، ومن جلس معي في حضره المصطفى فليصلي عليه ويسلم تسليما كثيرا. درسنا النهارده يا اخوانا عن الفرحه، كيف نفرح. زمان لما كان حد بيتجوز كنت تلاقي ان كل البيوت اللي حواليه فرحانه بشكل مؤدب ومهذب وجميل، والمعازيم جايين لابسين اللي على الحب وريحتهم عطر، ريحتهم حلوه، وبيذكروا الله وبيذكروا الرسول. صلوا على حضرة المصطفى، قول لا إله إلا الله من قلبك يا سيدي. إنما دلوقتي تلاقي شوية عيال اللي بيزفوا دول ويعملوا الحركات، ما تفهمش العيال دي لابسة إيه ولا عاملة شعرها إزاي، واللي حالق زلبطة، واللي مشرط دماغه، واللي رسم حروف على قرعته، وريحتهم والعياذ بالله وحشة وحش قوي. ايوه، ما الواحد فيهم بقاله ساعه عمال ينفض نفسه رقص، واللي بيرقص بسنجه، واللي بيرقص بمطوه، واللي عمال يتمرمغ في الارض، وعمالين يغنوا اغاني لا ليها طعم ولا لون ولا ريحه، وما تفهمش اذا كانت الاغاني دي كلام عربي ولا انجليزي. مع ان ابن شوقي لسه عامل الزفه بتاعه ده بنتي. كل واحد ما بقى عارف صح فين ولا غلط فين. زمن الفرحة الحلو، نفرح بس بأصول، نفرح بس بعد، ولا إيه؟ الواحد بقى يسمع أغاني والعياذ بالله بتجيب له شلل رباعي. أي أيوة والله شلل رباعي. ده الواحد بيبقى خارج على فضل كريم رايح شغله، بدل ما يقولوا له في الراديو اتق الله ولا تأكل حرامة، يسمع واحد يقول له أنا كل مرة أشوفك فيها أبقى نفسي يا ابني ورانا أشغال خلصت الله يسترك. يا ولا إيه جاتك الهوا يا بعيد. يا ولا كمل.
أشوفك أقول لك إنك كلك على بعضك عندي بالحياة. بيقول لحبيبته يعني إن كلها على بعضها عنده بالحياة. طب خليها تنفعه بقى يوم اللقاء العظيم. استغفر الله قل لا إله إلا الله من أهله. عيشة عيشة بيت عيشة. أنا ما بخرجش، قلت لك مش هقدر. يا بنت أنا بحبك. ما أنا عارفة، أنت قلت الكلام ده قبل كده، بس أنا مش هخرج معاك، وبعدين هنروح فين؟ يا بنت عايزين نتكلم مع بعض في أي حتة بعيد عن الحارة. ما إحنا بنتكلم أهو، عاوز تقول إيه؟ عايزين نترجم الحوار مع بعض. بنتي عايشة. أيوه يما، يا نهار أسود يا يما. تعال تعال اطلع اطلع يخرب بيته. خشي خشي. عاوزة تفتحنا في الحارة يا بنتي. يا خلاص يا اخر مره خلت تروحي سيبني. مين يا بنت اللي كان واقف معاكي ده؟ ما شافني كتير على طول الطريق. يلا حرام هتقولي ولا اقول لابوكي؟ حنفي ابن عم ابراهيم. يا مصيبتي حنفي الصهي يا عيشه يا بنت الاستاذ تمام يخيبك. ما عرفتيش يا بنت وانت سامعه صوت ابوكي في الجامع بيرن في الدنيا كلها وانت عماله تتمايص شمال ويمين على السلم. خلاص يما مش هعمل كده تاني. كان بيقول لك ايه؟ كان بيقول لك ايه؟ طاي هو بيقول لي بحبك. ايه بيحبك؟ لا تحبك برص وثلاثه قرص انت وهو. ولا كبرتي عايشه وبقيتي بتعرفي تحبي يخيبي. اتاري بقى التلفزيون هو اللي بوظ املك وانا عماله داري عليك شمال ويمين واقول البت محبوسه البت عايزه تتفك وانت داري يا اختي عشان لقصه حب. يخرب بيتك انت بينا المصايف الفضايح. يخرب بيتك بدي ايده عليك يا بنت. لا يما لا يما والله وحياه ابويا هو كلامه بس كلامه بس. هتفضحينا تفضحينا يا واطيه. والواحد وهو راجع من شغله بقى عشان يلحق المغرب يسمع اخ تاني بيقول له انا ضارب سيجارتين بني وحاسس ان دماغي بتاكلني. بتاكلك؟ ما هي لازم تاكلك. كلك عفريت يا بعيد. ما هي بتاكلك عشان اتسطلت وبتخطرب وبتقول اي كلام. لا وبنسمع الاغاني دي فين؟ في نهار رمضان. رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. استغفر ربك يا سيدي وقول لا اله الا الله من قلبك. ربنا يرحمنا جميعا. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا الله. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يفتح عليك يا شيخ. على حضره النبي. يا عدري يا منور حنني قلبه ونوري طريقه وسهلي حاله. امين. يا ماهر بركه انك صليتي. احضر لك تاكل؟ لا 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 خليك هجرب جرنان وانام. مش قابلت اللي فندي صبح جوز بنتك قاعد على القهوه؟ اه القهوه دي هتفضل وراه لحد ما تخرب البيت. قد ما عندوش ريحه الدم شايفني معدي قدامه وعينه في عيني يقوم يعمل نفسه مش شايفني. يعني هي بنتك اللي عدله. يلا ربنا يهدي. ربنا يهدي الجميع. بقول لك يا سعديه أني عايز أشور عليك في موضوع تاني. خير يا أخوي. أني زهقت بقى بصراحة من مشوار الصعيد رايح جاي رايح جاي. أني هسوي معاشي. ده يوم البونة، ده أنا قلبي بيتخطف كل ما بتروح تركب القطر. أيوة. قرشين المكافأة نحطهم في الوسطى وفايدتهم على قرشين المعاش ونعيش بيهم بقية عمرنا مستورين. طب تفتكر الفلوس دي تكفي نروح نزور منها الواد؟ شوف أنا بقول إيه وهي بتقول إيه. يا وليه أنت اتخبلتي في دماغك؟ ما تطلعي من دماغك بقى. الله يعني هو كان افتكرك؟ وبعدين هنروح له فين؟ احنا عارفين له طريق جره. بقول لك يا سعدين قومي نامي يا سعدين. انت مش صليتي؟ قومي نامي يا سعدين. كده برضك يا ماهر. نامي وقول لمخك يستريح شويه بقى.
وانا لازم اجسي قلبها شويه. وانت وحشنا قوي يا ولد. بس اللي انا مش فاهمه، انت جبت القساوه دي كليتها منين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا اخويا. الله، قافلة بالترباس ليه يا زينة؟ يعني عشان يبقى أمان، مفيش حد مضمون دلوقتي. والله عندك حق، اليومين دول بالذات ما عادش فيه أمان خالص. أمال فين عيشة؟ موجودة يا أخويا، بيتي عيشة. اسكت يا زينب، الدرس النهاردة كان عاوزك. الناس كانت مشدودة على الآخر، وكان نفسهم إن الدرس يطول ويطول. الحمد لله، ما أنت كلامك جميل قوي يا أستاذ تمام. جيت للحق يا زينب، انا مش عارف ايه اللي بيجرالي لما بخطب في الناس. بحس كده ان الفلاح اللي جوايا بيطلع فجأة، والحماس والانفعال بياخدوني قوي، وبعطش الجيم واسخن، وساعات اخش في حاجات. ايه مالك يا بنت عايشة؟ مفيش يا بابا. طب تعالي يا حبيبتي، تعالي اقعدي جنب بابا يا بنتي. عيشة، أنا عارف إني جديد عليك شويتين، وعارف كمان إن أنا بمنعك من الخروج مع البنات، بس يا بنتي الحارة اللي إحنا فيها دي فساد، وهتسمعي كلام مش هيعجبك، وهتشوفي حاجات ما يصحش تشوفيها. صدقيني يا بنتي أنا بعمل كده لمصلحتك. الله، أنت بتعيطي ليه بس يا عيشة؟ عيش يا بابا. طب ايه رايك بقى ان انا هخليكي كل يوم جمعه تنزلي شويه؟ ماشي يا ستي؟ لا تنزل ولا تروح ولا تيجي، بلاش درع فاضي. الله الله الله، امرك عجيب يا زينب، وانت عاجبك كده وانا عاجبك كده. قومي قومي اغسل بقيت هدومك. قومي. حاضر يا بابا. الله، جري يا وليه، مالك؟ ايه في ايه؟ ما تخفش على البيت شويه. حكايه النزول والطلوع دي سيبها عليا انا، مالكش دعوه بيها خالص. وهو ده المطلوب يا اختي. امال المحروس شوقي ابنك فين؟ من ساعة ما نزل الصبح ما رجعش لحد دلوقتي. يرجع بالسلامة، ربنا يهديه. يا رب. يلا قومي حضري لنا لقمة. حاضر يا أخويا. بقول لك إيه يا زينب؟ نعم. أنا نفسي هفاني على طاجن عكاوي وشوية ممبار. عكاوي وشوية ممبار؟ ده إمتى؟ دلوقتي؟ أمال يعني السنة الجاية؟ طب يا أخويا خليها الصبح، الصباح رباح. إحنا ضامنين نعيش للصبح. الله، بقول لك نفسي هفاني يا ولية، خلي عندك شوية نظر ومور. طب معلش يا اخويا خليها بكره، احسن انا النهارده تعبانه قوي. تصبح على خير. كده وانت من اهله يا امه. بنت عيشه اعملي لي سندوتش مرته يا بنت. خدت حمام يا حبيبتي من بتوع زمان. انما ايه يا خبر ابيض، لو وزنتيني تلاقيني خسس النص. يا راجل انت هتجنني. الصبح تصحى مش طايق نفسك وماشيني زي النمله، وتيجي على بالليل وتقلبني على قرد. بس انت عايزه ايه دلوقتي، النمله ولا القرد؟ عايزه الخاتم اللي قلت لك عليه. تعال شوف ايد اختي دي، مش باينه من كتر الدهب اللي في ايديها. يا حبيبتي اختك متجوزه راجل اعمال، عندهم الفلوس الرز، انا على قد حالي. عشان قاعد لي في اجزخانه معفنه بتباع لي بقرش وبقرشين. تعال شوف الاجزخانات اللي في وسط البلد بتكسب كام. سيبينا من الاجزخانات، خلينا في الخاتم. بجد يا هتعطي؟ هو بكام الخاتم ده؟ 2000 جنيه بس. بس بس ده انا اجيبه في ايهم عينيا كمان. ربنا يخليك ليا ولا يحرمنيش منك يا ودى. يا بابا يا ولية. ايه يا ربي؟ الله، الواد ده انه جه بابا. اما هو اخرج له يكون عايز حاجة. طب ما تتأخرش، لحسن لو اتأخرت حنان. ايه اوعي. ايوه تمام. بابا انت لسه صاحي؟ ده انا ما رضيتش اقلقك. لا انا صح والله، مش جايين نوم يعني. الله، قلت يعني اما اجي اشوفك. اتعشيت ولا صح انا قاعد تعمل لك عشاء؟ حبيبي الحمد لله اتعشيت مع ناس صحابي. طيب يعني اذا كنت عايز تنزل انزل يعني، ده لسه بدري برضه. استمتع بحياتك يا اخي، استمتع بحياتك. حاضر يا بابا، انا فعلا عندي مشوار ولازم انزل. يلا حبيبي اتبسط.
طبعا. ها خد المفاتيح معاك. ها حاضر حماية. ماشي يا بابا. وزعته. ايه ده؟ انت نمت ايه؟ طيب تامر. تامر. ايوه بابا. بقول لك ايه؟ نعم. ان كنت عايز تقعد اقعد. يعني الدنيا ليل هتروح فين يعني؟ ولا اصحابك دول يعني هتعمل معاهم ايه؟ ها مجلس يعني وزراء يعني عم مستعجلين عليه؟ اقعد يا راجل، ده الدنيا ليل وحد شاف ايد كفه حتى. اقعد يا عم اقعد. حاضر يا بابا. قوم ياض، قوم ياض، قوم، كفاياك نوم، ريحتك طلعت، مراتك صحيت من الصبح. في ايه يابا؟ جعان، بطني بتتقطع من الجوع. وانا اعمل لك ايه يابا؟ انا لسه نايم من ساعتين. شوف الواد بيرد عليا ازاي. يابا انا كلمتك. قوم ياض احسن اضربني قلمين، ولا اقول لك اديني بالشلوت وانده مراتك تشوفك وانت بتضربني بالشلوت. يا فتاح يا عليم يا رب. ادعي عليا بقى، ادعي عليا. يابا مالك؟ مال؟ هو انا حلت مال؟ يا ريت يا اخويا. الناس كلها بتقول لي ابنك بيشتغل ومعاه فلوس، فين الفلوس يا ياد؟ انت بتتعاطى حاجه يا ياد؟ ما حصلش يابا. امال بتودي الفلوس فين يا ياد؟ اوه ما هي مقفله في وشي من ساعه ما زيزو مات. اياك عايزني ادعي لك ان ربنا يسهلها لك في تجاره الحشيش. لا شوف لك شغلانه تانية يا واد، انا عندي عيل عايز اربيه. حاضر يابا حاضر. رايح فين يا واد؟ رايح ادور على شغل يابا. انت بتستقرضني يا ابن الكلب يا معفن؟ انت بتزر عينيك؟ عايز تضربني؟ ما انت صايع، اضربني. يا رب يا رب اخفيني بقى. عايز تتبخر وتسيبني انا ومراتي لوحدي؟ انسي، روح اشم لك شوية اكسجين كده وما ترجعش البيت الا ومعاك 100 جنيه، فاهم؟ انا عندي عيل عايز اربيه. يلا يا ابن الكلب. حاضر يابا خالد. يلا امشي. حاضر ماشي. اجري يا ولد اجري بسرعة يا دكتور. الله لا يسيئك، الواد عنده كلب يا دكتور ولازم ياخد حقنه دلوقتي حالا. الف لا باس عليه يا اختي، اطلعي بيه على مستشفى الكلب. رحنا المستشفى يا دكتور، وهناك قالوا لي هاتي سرنجه، قلت اجي اخدها من عند حضرتك وحضرتك تديها له بايدك اللي فيها البركه. تعالي بعد نص ساعه. يا بيه يا دكتور الله يبارك لك، الواد عنده كلب مسعور ولازم ياخد حقنه دلوقتي الا هيموت مني. يعني اعمل لك ايه؟ احنا لسه فاتحين يا ستي وايديا هي قدامك بتترعش، يعني اعمل لك ايه؟ اموته لك؟ لا اله الا الله، تفهم بقى يا دكتور وعلى ايه ده كله؟ انا اخدك زخانه بره ولو رب اسمه كريم. احسن يا اختي ولا احسن؟ اتفضل الشاي دكتور، حطه عندك هنا. ولا نزل نص الباب، انا مش عايز اقابل حد النهارده. ايه؟ حاضر دكتور. وحشتيني وحشتيني. اهلا وسهلا. وحشتيني قوي. اتفضلي خشي. اخبارك ايه؟ الحمد لله. اهلا يا حبيبتي. مساء النور. اهلا بيكي. وحشتيني. وانت كمان وحشتيني. للدرجات دي الجواز ياخدك مننا؟ العيال والمدارس اعمل ايه بس، والله دي هيصه يا طنط. كام سنه ما شفتكيش، ولا عشان ليلى هي بس اللي بتشوفك؟ ما اقدرش على بعدك، والله دي ظروف. تعالي نخش نقعد جوه، اعملي شاي يا ماما. حاضر يا عيل. بعد اذنك يا طنط. اتفضلي يا فاتن. ياه ايه ده يا ليلى؟ اوضتك ما اتغيرتش من 5 سنين. 5 بس؟ قولي 20 سنة. اخيرا يا اختي جيتي للبيت. اعملي بس يا لولا، والله العظيم انا في دوشة. اعمل ايه؟ ما انتي عارفة. ايه ده؟ انت لسه محتفظة بالصور دي؟ وهو انا ليا غيرها؟ ده هي دي الذكريات اللي معيشاني لحد دلوقتي. فاكره يا لولا؟
فاكرة يا بنت مظاهرات 18 و19؟ والبنت الوطنية بقى ليه اللي هتغير من أوضاع البلد؟ أنا كل ما أفتكر إن أنا كنت بتشال على كتف راجل ما صدقش نفسي. أنا إزاي كنت بعمل كده؟ وعمري ما جه في دماغي إن ده راجل وشايلني. تفتكري بقى هو ما كانش في دماغه؟ وأنا شعرفني بقى يا فاتن هو وضميره؟ كنا عيال يا بنت. قوليلي يا لولا، ندمتي على الأيام دي؟ انت جايه تضايقيني؟ لا والله العظيم انا بجد بسالك، ندمتي؟ والله مش عارفه المفروض اندم ولا افتخر. يمكن ساعتها كان الحماس واخدني، مش عارفه بقى اذا كنت مدعيه ولا صاحبه قضيه. يا ستي بطلي لف ودوران وردي عليا، ندمتي؟ الشاي يا بنات. اهلا يا رند، متشكره قوي قوي. منوره يا فاتن يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا روح قلبي. عارفة يا فاتن الحاجة الوحيدة اللي ندمت عليها ايه؟ صحابي، وانتي اولهم. ليه؟ هتزعلي مني؟ لا والله ما هزعل منك، انتي عارفة قد ايه ان انا بحبك. لما دخلت الجامعة وانا منحارة زي ما انتي شايفة، كان احساسي بالفقر كبير. كل البنات بتلبس، كل البنات معاهم فلوس، عمري ما بصيت اللي عندهم عربيات عشان ده كان حلم بعيد. قلت يا بنت اللي عوضني عن كل ده الشخصية، لازم يبقى ليا شخصية. لقيت نفسي في أصحاب المواقف والنظريات السياسية، شدتني أفكارهم ولبسهم جه على هوايا. أي جنس في أي بلوزة في أي كوفية وأي تسريحة. وعشت ليلى غانم سكرتيرة أسرة الوطن وعرفتك. ليلى، لو مش عايزة تكملي بلاش. ليه؟ علشان بجد أنا شايفة أنك بتهربي من سؤالي. ندمتي؟ أيوة ندمت، لأن كلكوا فجأة اتغيرتوا ودورتوا على الحياة، كلكوا عرفتوا تتجوزوا، أنا الوحيدة اللي مشيت ورا وهم. آه بندم يا فاتن، بس ندم بعد المحطة ما فاتت وقطر العمر ماشي. طب واللي رجع لك القطر تاني؟ نعم يا أختي. أنا جايبالك عريس. عريس؟ وده عنده كام سنة؟ ولا مريض ومحتاج رعاية؟ لا والله يا اختي ده راجل وزي الفل كمان. وعارف عنك كل حاجة، بس هو متجوز. لا انسي انسي. ليه بقى كده؟ ده دماغك ناشفة كده ليه؟ وتصحي شوية. بقول لك ايه يا فاتن، احنا عندنا محشي، تاكلي محشي؟ بص يا عموم، انت تبلغ الشكاوي. ماشي. انا اللي سهران النهارده، هاجي بالعمال نكشف واطلب تغيير الكابل. يجي المهندس يعاين يقولوا له الكابل عايز يتغير، اركب الجديد، يمشي اركب القديم. الله، طب ما السليم يركب والجديد يتكهن والباقي عليك. لا ولا يكون عندك فكر، ده ملعبي. اهو ربنا قطع النور يا فتحي عشان عارف اللي انت ناوي تعمله. الشغل مش عيب يا سماء. مش عيب يا اخويا، بس ما تشمتوش فينا. فيهاش حاجة يعني، لو الواحد يعني قال شوية طعمية في الحارة أو ماشي حنة برضو. وبعدين الشغل مش حرام يا أخويا. محدش قال إنه حرام، بس تقف على ناصية الحارة تقلي طعمية ورجليك تعبانة وهو في الرايحة والجاية يلسن علينا؟ لا والله العظيم أديله بالبجور في وشه. يا فتحي يا فتحي، ده بلطجي، ده ما عندوش قلب. بقول لك يا أخويا، عشان خاطري هناكلها بملح، بس ما شافش في عينه نظرة شمادة واحدة. خلاص نسيب الحارة وندور على أي أوضة تانية نسكن فيها. لا، ما هو ده بقى اللي في باله، وأنا بقى مش هنوله اللي في باله. أمال هنعمل إيه يا سماء؟ أهو العمل عمل ربنا يا فتحي، هو اللي بيعمل كل حاجة. نشوف مخبي لنا إيه. نور. الله ينور. الله ينور يا عم فتحي. لم لي بقى الكابل ده يا معلم. يلا عبد الله، هتاخد الكابل وتطلع على المخزن، وأنا هاخد العربية وأكمل الوردية، ماشي؟ ماشي يا صاحبي. يلا.
سلام يا صاحبي. الله ينور يا رجاله. يلا نشاهد شويه. افتح يا واد، انت مش سامع؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا حضرتك. يا دي الكسوف. صلاح باشا، وايه لازمته ده كله؟ حاجه بسيطه عشان العيال. انت يا واد ليهم؟ والله انتوا ما تربيتوش ليهم من العيال. احمد اتفضل اتفضل. يا اهلا وسهلا. اعمل لك كوبايتين شاي. حاضر يا حبيبتي. خد يا منى. عشان انا وليه تكلف نفسك كده يا باشا؟ ما بلاش يا باشا دي. قولي يا صلاح. يا لهوي، اقول لك صلاح حاف كده يعني؟ اديكي قلتيها اهو، شك الدبوس. نزلت الشغل النهارده ولا ايه؟ اه نزلت وبعت 10 شرايط. وشك حلو عليا. تكسبي كام يعني من الشغلانه دي؟ يعني 15 ساعات 20 يعني حسب رزقي. لو جبت لك شغلانه بنفس المبلغ ده تشتغلي؟ يا ريت يا ريت يا سعادة الباشا، يا ريت على الأقل تتلم من الشوارع. بس أنا يا دوب بفك الخط، ولا معايا شهادة ولا صنعة. الشغلانة دي مش محتاجة الكلام ده، هتشتغلي في مشغل، وأحلى ما فيه إن كله حريم. خلاص يا بت، اسمعي كلام سعادة الباشا. اتفضل. صلاح، صلاح يا أمي، خلي البساط أحمدي. الناس بتعتبرني قدوة ليهم، أنا اللي كل الناس بيعتبروني كبيرهم وبيحلفوا حياتي. عايز تفرجهم علي يا واطي يا واطي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شوقي. عليا اليمين ما انت قاعدين، شوفوا له شطة يلم فيها هدوم. شوفوا له شطة يلم فيها هدوم والحصان يلمها واحرقها. بس فهمني يا اخويا فهمني يا واطي يا سامر. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. الاهي بيترقص لي بالحارة زي هتروح فين الساعات؟ انا عارف يا اما اروح فين؟ انا عارف. هو بيعمل كده ليه يا اما معايا؟ بيعمل كده ليه؟ هو شافك فين يا مبكوس على عينك؟ شافك فين؟ شافني وخلاص يا اما، شافني وخلاص يا اما. وانا عمال اقول الناس عماله تتلمس عليا ليه وانا بديهم الدرس؟ اتاريهم عارفين المصيبه اللي انا فيها. ابني ابني وصبتي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا معلش يا حبيبي عشان خاطري. هو يوم كده ويرجعك اصل حلف يمين. ما تزعلش يا حبيبي ما تزعلش. هو ليه بيكره اي حاجه بحبها ياما؟ ليه اي حاجه بحبها بيكرهها ياما؟ طب اهدى يا حبيبي اهدى عشان خاطري. لا مش اهدى ياما مش اهدى. كل حاجه بيقول عليها لا ياما. اي حاجه بحبها بيقول عليها لا ياما. لا لا ياما بقول لك لا يا واطي يا سافر. طول ما انت بتعصي ربنا وبتعصي ابوك. تعالى يا لهوي 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 يا يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا هيا يا سامي. انت فين؟ انت فين؟ انا عايز اجيلك حالا. ابويا طردني من البيت. انت بتضحك؟ يلا سلام انا جاي. على فين يا فنان؟ يا جمال عايز ايه؟ ما تيجي هنلم نقعد معانا. المنطقه دي بثلاث افراد. فكك مني. اهو الواد شوقي ده حظه عالي عالي. ليه؟ ابوه راجل محترم بيصلي وبتاع ربنا، ملوش في السكه الشمال زي بتاعت ابويا دي. يا عم احمد ربنا اساسا ان انت عندك اب وبيخلف معاك. انا ابويا مفيش بيني وبينه غير التفتيش الدولي، وكان طول النهار يخرج امي فيا الله يرحمها. طب بقول لك ايه يا غالي، ما تيجي ندور على حاجه نلوز بيها دماغنا. على فكره انا معايا مصلحه. قاعده ولا مروحه؟ دماغي مروحه. اديني يا غالي. ارفع يا زميلي.
تعالوا بالشوق. خد شوف اللي وراك. معلش بس الراجل مستعجل على احنا خلصوها في دارك. بقول لك يا شوقي، كلام جديد اهو. قول كده معايا المدخل ده كده. امسك يا جدع. هتقول يا جدع؟ معلش معلش يا سامي، انا مخنوق. كل ده عشان ابوك طردك؟ عشان حاجات كتيره. كبر دماغك، قوم تعالى روش نفسك. يلا قوم قوم يلا. تعالى يا شباب. دي اوضه يا سيدي ما حدش دخلها من ساعه ما خدت الشقه دي. من النهارده بتاعتك. ما تعمليش بقى فيها حساس والجو ده. ها؟ انا ما بستعملهاش. طب يا سامي، انا عايز اشتغل. اشتغل اي حاجه. تنزل استوديو؟ اعمل ايه؟ هتمسك البوفيه شويه شويه على ما اظبط لك فرقه صح تنزل معاها، بدل فرقه الشوارع بتاعتك دي. اي حاجه. قول ان شاء الله. فك كده بقى، فك. يلا. روح خلص السبوبه دي. مش هتمشي ولا ايه يا استاذ تمام؟ استاذ تمام. ها؟ مش هتروح يا استاذ؟ لا روح انت يا عم عمر، انا هقفل. طيب يا استاذ، ربنا يهدي لك حالك. سامحني يا رب، سامحني وسامح ابني واهديه وارجعه عن اللي هو فيه. انت اللي قادر وغيرك ما يقدر. استرني يا رب، استرني دنيا واخرة، وتفضحني ايش يا ستار يا مثبت القلوب والابصار. ثبتني، ثبت قلبي ابني على الايمان. اهديه ارجعه للي هو فيه يا رب، بسر فتحة كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. صدق أول مرة أخرج مع واحد. تتكلمي جد يا منى؟ هو إيه يا أخويا ده؟ كل ما أقول لك حاجة تقول لي بجد بجد. بجد. بتطمن بس. لا خد طمن، أول مرة أخرج مع واحد. عارفة أنا جايب لك إيه؟ إيه؟ خاتم. ليه أنا؟ وربنا يقدرني ويغرقك ذهب ولبس وكل حاجة، مسكي. يا بركة دعاكي يا أم. ربنا بعت لي الراجل اللي طول عمري بحلم بيه. يعني مبسوطه معايا يا منى؟ مبسوطه ولا متضايقه؟ يا اخويا تف من بقك، يعني ما انت شايف ان الفرحه مش سيعاني. بس لمؤاخذه لازم امشي. ليه؟ اصل مش قايله لامي، وبعدين يعني قعدتنا كده وخروجنا مع بعض غلط. صح. صدقي كده انا احترمك اكتر واكتر. اشرب العصير بتاعك وبعدين نمشي. اشرب. بس يا ابني انت، هو سيب العربيه. مش عاوزه تدور. ندورها يا ابني. اتفضلي اتفضلي، انزلي تعالي. هات كرسي يلا. معلش يا ابني هتعبك معايا. تعبت راحه يا ست الكل. اتفضلي يا ابني. اتفضلي اتفضلي. ها اشربي يا ابني. لسه شاربه شاي في البيت. يبقى تشربي حاجه ساقعه. كتر خيرك، عندي مشوار ومستعجله. هات يا البطاريه اللي جوه دي. يلا. حاضر يا اسطى. مش باينه يعني يا ابني.
هو انا بتحرك من البيت يا اسطى؟ والله ببقى عايز اجي ازوركم بس الواحد بيتكسف. ليه؟ يعني من يوم المرحوم ابوكي من بيتك وانا ما دخلتش بيتكم. تعالى في اي وقت يا اسطى، البيت بيتك. فك يا دي البطاريه دي وركب دي. حاضر يا اسطى. ليه بس يا اسطى؟ ما تديني توصيله وخلاص. لا لا لا، اقضي مشاويرك بالبطاريه دي وانا هصلح لك بطاريتك، ولما تقضي مشاويرك هوديها لك لحد البيت. كتر خيرك يا اسطى. طيب انا خدامك يا ست الكل، انا خدامك. ده العربيه وصاحبه العربيه في عينينا. دور يالا. ما تحرمش منك يا استاذ سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا يا استاذ. العفو يا ست الكل. هتوقع يا بنت المدارس. خدي وزعي دول على زميلك. مي يا حبيبتي وحشتيني. انت كمان. عامله ايه؟ كويسه كده برضو. اكلمك امبارح بالليل يقولوا لي نامت. تنامي برضو من غير ما تسلمي على ماما ليلى؟ زعلتي بقى يا ماما. انا يا حبيبتي عمري ما بزعل منك. عارفه بكره هوديكي فين؟ فين؟ جنينه الحيوانات. عشان تشوفي العصافير اللي انت بتحبيها، وكمان هخليكي تتصوري مع الفيل الكبير قوي. ولا انت تخافي منه؟ طول ما انا جنبك ما خافش من حد. حبيبه قلبي يا ميت. يلا يا مي روحي العبي مع اصحابك شويه. يا حبيبتي كده البنات هتغير من مي. اعمل ايه بس؟ اصلي بحبها، بحبها قوي يا حبيبتي. وانا مقدره الحب ده، بس نراعي زمايلها في الدار شويه. ما تنسيش ان انا لقيتها وهي حته لحمه صغيره، وليلى ظروفي منعتني. انا كنت اتبنيتها. ربنا يديكي على قد اعمالك يا ليلى. نشوفك عروسه كده وتتجوزي بقى وتفرحيني. ان شاء الله. ان شاء الله. ذمتك العيشه دي؟ جوزي اتفرح يحمصوا شويه بريك. بكره ربك يفرجها يا بلال. انا اللي غيظني الحربايه مرات ابويا دي، عماله تدي حقن لابويا من تحت لتحت، وابويا مصدقها ومقويها علينا. بس كل ده كوم وغيظها لمراتي عشان ما تتخلفش كل ده. اقفش واصلحها. في ايه؟ ادي ايه ده طالع فين يا ده التوهو؟ ما اعرفش يا راجل. المعلم فين؟ نايم. دخل الشغل ده صاحي بسرعه. هو انت بتسال عديده ليه؟ استنى بس، ده فاكرنا نايمين على اوداننا. ده انا جايب له الحكومه وقتي. اه ايه في ايه؟ ايه حفظي ادي ايه ده طالع فين يا معلم؟ رايح مطرح ما رايح. بتسال ليه؟ لا تعدل في الكلام. ادي ايه ده بيتباع براني وانت هارش وانا هارش. طب ما يتباع يا حفظي واحنا مالنا. قول له يا بلال. افعب يا حمار. ادي ده حصه الفرن يا دوب مكفي الحاره. الباشا بيبيعوا براني وابوك وابويا بيقفوا في الطابور. ما بتحصلوش على رغيف واحد. افهم بقى يا ابني الحراميه. وطي صوتك انت وهو، هتودونا في داهيه. شيل الحبسوه. شيلنا الحبسوه. ايه ده بيفيد يا جدعان؟ اخليه لما يسوس ولا استنفع منه؟ وعلى العموم خد خد يا عم انت وهو 200 جنيه اهو. 100 كمان. ماشي اتفضل. ايه بقولك ايه؟ اي دقيقة هيطلع من عندك هتدفع عليه. لا يا عم، انا هبيع الحصة كلها في الفرن وخليه ان شاء الله حتى يعفي بالنص. خد انت 100 وانت 200. اه تمام.